خدعنا، انت تطبب ايران علينا، خذ الاخر الكتابه ايرانيه، الموظفين كلهم ايرانيين، العراق صار ايراني، وصار العراقي، للاسف احنا خدعنا، يا رب تقطع اللي انتحرت فيه، يا رب تقطع الزي اللي احس فيها، انت انتبهت، انت هذا السبب، رفعت الجبناء، رفعت الحراميه على الكراسي، بعد الفقراء يا وقت على عذاب يفتر من البيوت يحس مكان الطفل ليه؟